استعمال حبوب الحمل وكذلك استعمال الواقي الذكري، هل تقاس على العزل؟ الواقي الذكري هو العزل، نعم. وأما الحبوب فهذه يستشار فيها الطبيب، إذا كانت الحبوب لا تقطع الحمل، ما تقطع الحمل وإنما تؤجله فقط للحاجة فلا بأس، تؤجل الحمل عن المرأة لأجل الحاجة، من أجل تغذي طفلها الرضيع، أو أنها مريضة ما تتحمل تكرر الحمل في وقت متقارب وتأخذ ما ينظم الحمل، فهذا لا بأس به بعد استشارة الطبيب. نعم.